طلعنا يعني نكتفي بهذا المقدار ونراجع، ثم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ المقدمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المتن المبارك. ماذا أخذ؟ نعم. أن هذا المتن لابد قبل الدراسة من معرفة الأمور منها. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن أي متن العقيدة الأصل؟ الأول نصيحة العلماء، لا الكتاب نصيحة العلماء، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلب العلم، لكن نصيحة العلماء بدراسة هذا المتن بعد كتاب التوحيد. ولا بد كثرة الشروحات عليه، عناية العلماء به، وضع الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض، ذكر في مجمل اعتقاده للسنة في أبواب شتى، طريقة السنة العملية، الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر منزلة السنة و مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، تبرأ من حولي وقوتي، أراد أن يرشد الطلاب إلى هذا الأمر. طيب جزاك الله خير. نعم، لماذا ندرس هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات؟ نعم نعم يا أخي. ودرس هذا الباب الأسماء والصفات لأنه باب خطير. أولا لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ولو أنكر هذا النوع من أنواع التوحيد ومن أقسام التوحيد فليس موحد أصلا. لا يتم التوحيد إلا إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. الثاني حتى لا نقع فيما وقعت فيه فرق الضال، حياة القلوب أشرف العلوم، سبل دخول الجنة دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه، حيث قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن البعض يقول: أنا لا أدرس هذا الباب، أخاف أن أقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة. هذا الكلام يقول عنه شيخ الإسلام: من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع. لماذا؟ لأن فيه تكذيب للقرآن، والله سبحانه وتعالى قال: ليدبروا آياته، ولم يستثن شيء. الثاني فيها تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. نعم، لأنهم جهلوا هذا الأمر، ترك دراسة هذا الباب. الثالث فيه استطالة للفلاسفة، لأنهم جاء عنهم أقوال منها: خضنا بحار في العلم، وقف الأنبياء على شاطئ. وهل هذه هي طريقة السلف؟ وهل كل ما يتكلم الإنسان نسمع لكلامه؟ لا بد أن نحكم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. نقول: أنت أردت الفرار من شيء، التعطيل مثلا، وقعت فيما هو شر منه. هذا قال: من شر أقوال أهل البدع. نعم، يقول: أنا أقرأ القرآن هكذا، ولا أكون مع أهل السنة ولا غيرهم، أحدث قول جديد وفرقة جديد. نعم. أهل السنة وضعوا ثلاث أمور. طيب
فين المكان؟ ما هي طريقة السلف في دراسة هذا الباب؟ لأننا لابد أن نسير على طريقة السلف كما تقدم، أنه قد يأتي إنسان بكلام ويلبس عليه، فطريقة السلف في الدراسة حتى نسير في هذه الطريقة، لأنه قد يتكلم طالب أثناء المذاكرة أو كذا بكلام أو يسأل عن أشياء، فماذا تسمع؟ تقول لي اتق الله. هل هذا السؤال سأل عنه السلف؟ يقول لا، إذا لابد أن تنتهي، لأنهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا أبوا. نعم، خلاصة طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. إذن الأول لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم. الثاني، الغرض من الدراسة لابد أن يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون يعني الكلام في هذا الباب كالكلام عن صفات الخلق. ولهذا قلنا الإمام مالك يعظم الله سبحانه وتعالى. نعم، طقطع رأسه. طريقة الدراسة أننا نلخص قواعد أهل السنة والجماعة في ثلاث قواعد ذكرها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكذلك يعني ذكرت في كلام الإمام مالك رحمه الله جميعا. القاعدة الأولى إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، والإثبات يكون بالكتاب والسنة فقط، لا مجال لا للعقل ولا الاجتهاد. ولهذا قال العلماء الأسماء والصفات توقيفية. الثاني التنزيه، ليس كمثل شو السميع البصير. نعم. الثالث أن المعاني معلوم، نعرف معنى النزول معنى الاستواء، ولكن نثبت لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. هذا كلام مذكور في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، فتح الله عليه. نعم. رأينا أن أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون. قلنا أن الطالب عندما يقتني كتاب يقرأ هذا الكتاب، وإن لم يستطع ينظر أقل ما يكون في المقدمة والفهرس. بالمقدمة يعرف مصطلح المؤلف وسبب التأليف، وبالفهرس يعرف محتوى الكتاب. فإذا أردنا أن نفهرس هذا المثل إلى أشد ما يكون اختصارا، نفهرسه على أقسام. القسم الأول مقدمة، الثاني الأدلة من الكتاب، ثم الأدلة من السنة مع بيان منزلة السنة، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور شتى وصيفية أهل السنة وكذا، ثم طريقة أهل السنة والجماعة العملية، ثم الخاتمة. طيب، فتح الله عليك. وذكرنا أن هذا الترتيب ترتيب بديع من أحسن ما يكون. ذكر مجمل اعتقاد، ثم ذكر الأدلة من القرآن، ونوع في ذكر الأدلة، وركز على بعض المسائل التي كانت في زمنه يعني من المخالفين حتى رد عليه، ثم بين منزلة السنة، ثم الأدلة من السنة، وجاء بأدلة على أسماء وصفات لم ترد في القرآن حتى يبين لك أنه لابد أن تثبت ما ثبت بالسنة كما تثبت ما ثبت بالقرآن. ثم لم يكتفي بهذا وجاء ببعض الأدلة من السنة على صفات وردت عند المؤلف في الأدلة من القرآن حتى يقطع الحجة عن المنازع. ومن أحسن ما يكون بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة في الواسطية
ذكر مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في أمور شتى، ولهذا يحفظ هذا المتن ولا بد بعد كتاب التوحيد. فلو سأل سائل ما المتون المهمة في التوحيد والعقيدة؟ كتاب التوحيد والواسطة أهم ما يكون. نعم، غير هذا. نعم. أخذنا سبب تأليف هذه الرسالة. سبب التأليف، قلنا هذه المسألة مهمة. أصلا يعني نحن نريد هذا الشرح أن نذكر المسائل المهمة، تعريفات وتقسيمات والربط بين هذه الأقسام التي ذكرنا. سبب التأليف، لم يؤلف من أجل التأليف أو يقال عنه أنه كذا وكذا، ألف لحاجة الناس، ألف في الردود وفي الفتاوى والأسئلة، ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى هذه المؤلفات القبول في الأرض. هذا سبب التأليف. وسبب التأليف أو سبب التسمية بالواسطية، الأول قضية وصف أنه أحد قضاة واسط سأل شيخ الإسلام عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الثاني وسطية أهل السنة، ذكر في هذا المتن المبارك وسطية أهل السنة والجماعة من أوسط كتب شيخ الإسلام، يعني سهل، و كتبها بعد صلاة الوسطى أو في وسط العمر. نعم، أحيانا قد يقول البعض أن هذا تكلف، يعني تقول كذا و... لا مانع إذا لم يعجبك هذا القول اتركه، ما الإشكال؟ تقول هذا أنا ما أرى، الحمد لله، اتركه. فليس يعني في ترك هذا إشكال، لكن طالما يعني ذكر العلماء شيء من هذا نحن نذكره. وحين أنت تعرف أنه ذكر يعني بعض المسائل تنشط الطلاب. نعم، طيب، غير هذا، غير هذا أخوان. نعم، أخذنا أن العلماء رحمهم الله تعالى في تراجع علماء السنة والجماعة يحرصوا على شيء وهو الميزان، وسيأتي معنا في الواسطية الميزان الذي يوزن ما عليه الناس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.